عايزين نختم النهاردة الحفلة أو ماتيني، فقرة ماتيني اللي بنختم بيها بحفلة حد تختاروا مين؟ طيب تعالوا نروح ليه كمان ذكرى قد المقام الفنان الكبير عزة العلايلي. فاكرين بقى عاشور الناجي؟ اسم الله عليه اسم الله عليه اسم الله عليه. عزة العلايلي طبعا يمكن من اشهر، هو طبعا ما يشتغل كتير جدا جدا جدا، لكن كانت عاشور الناجي من عايز اقول من اكتر الافلام والروايات طبعا نجيب محفوظ اللي قدمها الاستاذ عزة العلايلي خلال المسيره. شبه كمان قد المقام قوي، احنا بنتكلم طبعا تعرفين على الادباء والمؤثرين ومش عارفه ايه، فهو الحقيقه يعني قدم في الحرافيش شخصية عاشور الناجي. ولما أنا قرأت الرواية الأصلية على فكرة يعني كنت شايفة عاشور هو ما ينفعش غير يبقى إنه عزة العلايلي. عزة العلايلي من باب الشعرية، ويمكن علشان هو من مصر القديمة شبهنا، يعني ملامحه شبهنا. كنت لسه بتفرج على فيلم الأرض، فاكرين فيلم الأرض؟ كان هو ومحمود المليجي ويحيى شاهين، هو نفسه شبه الأرض يعني عزة العلايلي. وكل طبعا كاست الفيلم تفاصيله تحس ان هو شبه الارض اللي هو قاعد عليها كده، الزرع والفاس والجرار، ويعني شكله مصري جدا. بالمناسبه الاستاذ عزة العلايلي لما اخذ بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحيه سنه 60 اشتغل الاول معد برامج تلفزيون في بدايه المسيره، معد برامج في التلفزيون المصري، لغايه ما قدم اول اعماله سنه 62 في فيلم رساله من امراه مجهوله كاول فيلم سينمائي له. انطلق بقى انتوا عارفين طبعا عن الأرض، الطريق إلى إيلات، عدل ينتقم، المواطن مصري كمان كان عامل دور مهم قوي، بئر الخيانة، سقامات من أجمل الأفلام، من أجمل الأفلام اللي ما شافوش فايته كتير، تراب الماس وبوابة الحلواني طبعا المسلسل وطريق الشر. آخر أعمال الأستاذ عزة العلايلي كان قيد عائلي سنة اتعرض هو 2020، وكان مجسد فيه دور كامل للخولي مع ميرفت أمين لو هو فاكرين. أنا شخصيا أثر فيا جدا الأستاذ أو الفنان الكبير عزة العلايلي في الطريق إلى إيلات. وبمناسبة بقى المؤثرين، الطريق إلى إيلات طلع عليه كوميكس كتير جدا على الأستاذ عزة العلايلي وهو واقف ومع نبيل الحلفاوي وهو بيعمل مش عارفة إيه، ونعمل نكت والحاجات دي جماعة تخليك تسخر من حكاية وفيلم قصة حقيقية وبطولة حقيقية لبلدك. فلما تقعد تتريق وتعمل كوميك وتتريق تعمل فيديوهات ولا بتاع على فيلم وعلى إزاي إحنا كمصر دمرنا المدمرة إيلات وتفاصيلها وبتاع، ناخد الموضوع بهزار يعني. أنا يعني الحاجات دي خلي بالكوا السم اللي في العسل ده. تصريحات كتيرة قالها الأستاذ عزة العلايلي أثناء حياته عن يعني مشاعره وإحساسه هو بيقدم أو بيشارك في فيلم الطريق إلى إيلات، وهو كان قائد العملية بصورة يعني قال لك أنا كنت حاسس إن أنا قائد العملية بجد اللي هو العملية تدمير المدمرة إيلات. فيقول لك إحساسي إن أثناء التصوير إني بشارك في العملية بجد وحقيقي، ومشاهد تنفيذ العملية نفسها بيقول الأستاذ عزة العلايلي حسسته إنه بيشارك في العملية بالظبط، وهم صوروا زي ما بيحكي 8 شهور وفي درجة حرارة عالية جدا، لكن ده ما كانش أبدا حائل أمام تقديم أفضل ما لديهم لتقديم عمل يوثق إنجازات الجيش المصري. فإحنا في الآخر نقوم طالعين نقوم نعمل كوميك على بعض المشاهد وبعض الصور ونقعد نضحك وها ها ها.